القراءة فيها طاقة مائية كتير، طاقات نارية وترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة، بس الأبراج موجود برج جدي وبرج الجوزاء فقط. وأنا حتى برضه بشوفه برج الجوزاء برضه برج الأسد، يعني بينفع برج الأسد وبرج الجوزاء. طيب تمام، خلينا نشوف طاقتك. طاقتك حكينا فيها إنه أنت حاليا بضربة حظ، فايت مشروع، واحتمال لمنكم إنه أنتم مخلين هاي العلاقة للمصير، هو المصير اللي يحركها للأمام، أو مثلا إن مثلا إشي من الله هو اللي يحرك هاي العلاقة. أنتم شايفين الشخص هذا متباعد، زي أخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا، أو قافل عليكم نهائيا، وهو مو مقرب ناحيتكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا وضع الكوين اوف سورد، كانه حاطط حدود لكل شيء، قاطع مع علاقاته مع كل العالم، واعماله هلا بفكر بالمنطق والعقل، وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاد شوي، وعنده قراراته لا رجعته في قراراتي. كمان هذا الإنسان يمكن يختلف عنكم من مدينة أخرى، من مسافة تانية، إنسان هو ناضج، احتمال يكون أكبر منكم سنا، في فرق في العمر، في المسافة، واحتمال يكون من كجو الآخر، من جنس آخر، من جنسية أخرى، من طوائف أخرى، احتمال في فرق بيناتكم. طيب خلينا نشوف هذا الإنسان شو مشاعره بيناتكم. وزعلان جدا جدا جدا، لأنه حاسس إنه أنتوا درتوا ظهركوا إله وتركتوه وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كلياتها اللي بينكم، زعلان على فقدانكوا جدا جدا، أعتقد في انفصال في هاي العلاقة. كأنه هذا الإنسان شافكوا إنكوا لفيتوا ظهركوا إله، ومثلا ما أعطتوه فرصة يصلح الكاسات اللي كبت بيناتكم والذكريات اللي بيناتكم، لأنه هو كل يوم تقريبا قاعد على الأطلال وبتذكر كل إشي صار بيناتكم، أي إشي، ذكريات حلوة، المشكلة اللي صارت، كل إشي قاعد بفكر فيه. هذا الإنسان حزين جدا جدا من ناحيتكم. طب عقله الباطني، بدنا نشوف عقله الباطني. تدفل الإنسان هذا زعلان عليكم، فبيحبكم جدا جدا، عقل الباطني متعلق فيكم، وبرضه عنده وسوسة في عقله الباطني، كأنه يعني ما بيهدى، بفكر بزيادة، عنده تعلق في موضوع ما، أو فيكم، أنا شايف إنه فيكم، لأنه أنا شايف إنه عنده خطوة ناحيتكم. تفكيره 24 ساعة بفكر فيكم، لأنه برضه هو زعلان وقاعد على الذكريات من ناحيتكم، وبفكر في الذكريات اللي كانت واللي صارت وكل إشي صار. هذا الإنسان عقله الباطني مش مخليه يدرك إنك أنت انفصلت عنه، مخليه هو بحالة ذكريات، بحالة توهان، يعني كأنه الإنسان هذا مش مدرك إنه هو انفصل عنكم نهائيا، فعنده عدم إدراك. وبعدين هذا الإنسان على فكرة بعت لك طاقة التفكير جدا، يعني يمكن هو ضغط عليك في التفكير، يمكن أنت بيخطر على بالك كتير هذا الإنسان، لأنه في عقله الباطني متعلق فيك جدا جدا، ومغلول جدا جدا إنك أنت كيف درت ظهرك إله وتركته وحيد وزعلان، لأنه عنده كوبايات انسكبت على الأرض، فهو زعلان بنفس الوقت متعلق فيك، بنفس الوقت بفكر فيك، فهو تفكيره ما بيهدى نهائيا، العقل الباطني ما بيهدى كده. طب تفكيره الواعي، تفكيره الواعي هو بحاول إنه يجمع كل أفكاره هاي
وما يطلعها ما يظهرها نهائيا. اذا هو يعني لانه انا عندي هون طلع انه هو متباعد، انتم شايفينه متباعد وسكر هي الكاسه من ناحيتكم، فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكم او يحسسكم ايش بايش هو بفكر بالضبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كلياتها وماشي فيها لقدام رغم انه تعبان في حملها، لانه هو هون تعبان وهون تعبان، فهو تعبان جدا جدا. هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص، يعني كانه بتحسر على الماضي والذكريات اللي كانت بناتكم. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم تنزل على راسه وهو بضل يجمع فيها، بس ما بده حدا يدرك بشو هو بفكر بالضبط. كمان هو زي كأنه افكاره مشغوله بانها مثلا يجمع بين العمل وبينك وبين ناس معينين في افكار بس عقليا، يعني كيف مثلا انت بتفكر مثلا انا اشتقت لهذا الشخص، هو نفس الاشي بس ما بظهر هذا الشيء نهائيا، هو بحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي طافحة معه ونفسه يظهر هذا الاشي، بس نفس الوقت شافك انه انت درت ظهرك للموضوع تركته يا برج الجوزاء. فهذا الانسان تعبان جدا، يعني جدا جدا ارهق التفكير فيك في الذكريات في الماضي. انسان كأنه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطلع على الماضي تبعك، كأنه بيمسك افكاره بالغصب وبخدها وبتعب وبيحملها وبروح. طيب خلينا نشوف تفكير اللي حكينا عنه. خلينا نشوف شو المشكلة اللي بيناتكم. المشكلة اللي بيناتكم على فكرة في شخص منكم او انتو اتنين وقفتوا قدام بعض وقعدتوا تحاسبوا بعض على دخول طرف ثالث بيناتكم، او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة. على فكرة هذا الانسان كأنه محاسبتك له او صراحتك له ازعجته، خلته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. لانه تقريبا المشكله هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه، فانت رحت وقلت له انت بصراحه عملت هيك، انت خنتني، دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت دخلت العائله بيناتنا، انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بيناتكم. فهذا الانسان لهلا بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش راضي يطلع من راسه هذا التفكير. فهذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بيناتكم، انه الكلام اللي صار كانه حاسك انت ما استشفيت اللي عمله فيك، انه انت زعلان ودرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف ثالث بيناتكم، او دخل امور عائليه، او مثلا هذا الانسان مثلا انت شايفه انه مو قد المسؤوليه، يحمل مسؤوليه بيت اسره. كمان انت شايفه كانه اجى مثلا حكى لك سامحني، فقلت له لا انا كيف اسامحك، انت دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت خنتني، انت تركتني بوقت مثلا تركتني بوقت انا مثلا كنت محتاجك فيه، فانت تركتني ورحت هيك. فهو شايفك انك انت اذا بده يجي ناحيتك بدك تقعد تحاسب فيه على الماضي كلياته، لانك انت واقف يعني اذا اجى ناحيتك بدك تحاسبه على الماضي، هو هيك شايفك، يعني اقل شيء هو نظرته لك هيك. طيب شو خطوته القادمة؟ الشخص بده يرجع، بس هذا الشخص كان أول إشي بده يجرب خوف المحاسبة، أو هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه، عنده حالة استشفاء، استشفاء من يمكن من إدمان، يمكن هذا الشخص مدمن كحول أو مدمن تفكير أو مدمن على إشي،
هو كأنه راح يستشفي هذا الشخص، خطوته انه بده يجي اللي أثر فيه معك كأنه بده يجي يعطيك إياه فيس تو فيس، يعني الند بالند، يعني الكاسة اللي أنت شربتها بده يشربك إياه، مش مثلا كاسة زعل أو إشي، لأ كأنه بده يجي يعمل صفحة جديدة معك، بداية جديدة يمكن بلش فيها صداقة من ناحيتك، لأن هذا الإنسان خطوته ورجوع. إذا حدا بيسألني هذا الاتصال هل في رجوع أو في رجوع، لأنه بحبك جدا هذا الإنسان، يعني جدا بفكر فيك جدا جدا، بفكر في الرجوع هذا الإنسان، يعني التفكير مش هدين عنده، حتى الباطني العقل الباطني من ناحيتك، عقل الباطني بحبك يا أخي، شو بدك أكثر من هيك يعني. طيب خلينا نشوفك أنت يا برج الجوزاء، شو مشاعرك من ناحيته؟ وشو انت شايف المشكلة اللي بيناتكم وكيف تفكر فيه؟ خلينا نشوف مشارك من ناحيته، انت حس انه هو طاقم الشغلة تبعك. هكتلكوا في فرق بيناتكم، احتمال يكون هذا الانسان مستقر متزوج وهو مثلا زعلان لانه هو استقر مع شخص اخر، او هو مستقر وما في بايده حيلة انه يلف لكم ليشوفكو، لأنه هو هو زعلان على إنه خسركو لأنه هو مرتبط في أشياء تانية. كمان هذا الشخص أنت يا ربي برج الجوزاء، عفوا معلش، كأنك أنت يا برج الجوزاء شايف إنه هو توأم الشعلة، هو لافرز، ذا لافرز هو برجك يا برج الجوزاء، كمان أنت شايفه إنه هو متعلق فيه جسديا وعقليا، وعقلك متعلق فيه جدا، لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب، على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط، يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات في التقاليد في المسافة اي اختلاف توأم الشغل، لانه هو بيكون مختلف عنك، احتمال انت تكون مرتبط، احتمال هو يكون مرتبط، يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء او عندك ارتباطات غير هذا الشخص، وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك، بس هو يعني اذا انت تسالني هو بحبني نفس انا الحب اللي بحبه، وجدا جدا بحبك ومتاثر على غيابك، بفكر فيك 24 ساعه، كانه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي، حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر يخبي هذا التفكير، حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشو مثلا بفكر، حتى لو حطيت لكم بلوكات هو حاطه لانه عشان انتوا ما تشوفوا مشاعره، ما تظهر مشاعره قدامكم. فانا شايفك انت برج الجوزاء برضه انت بتحبه جدا جدا، وكانك تنتظر انه يرجع، انت مستنيه يرجع هذا الشخص، مستني يصير مصالحه بيناتكم ومسامحه، وانا بعرف برج الجوزاء هو طيب وبسامح، يعني ما بهمه يعني، بس انا بعرف ان برج الجوزاء اذا سامح على الخيانه بحس ان الشخص خلص مشكوك فيه، يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش في الحيره، يعني هو اصلا برج متحير. طيب هلا انت تفكيرك الواعي، انت هلا بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي، انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب وثلاث يعني كروت رايحالة وبزيادة يعني، فانت عندك امية انها تتحقق، ان هذا الشخص يرجع ويصير في بينك استقرار وعائلة، لان اعتقد انه هيك هذا الحب فيه شوي نوع من انواع المستحيل انه يحصل مثلا استقرار الزواج، لهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طيب انت بنظرك بوجهة نظرك هذا الانسان كيف جرحك، او شو انت كيف شعورك بالمشكلة، انت شعورك بالمشكلة كأنه هذا الانسان لهلأ انت مجروح من الاشي اللي عمله، وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصب عنك، لانه انت حاسس ان هذا الانسان غدر فيك، دخل علاقة تانية اثناء علاقته معك،
كمان هذا الإنسان أنت، عفوا أنت، كأنك بتطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه، بتشوف إيش بيصير قاعد في حياته، وهل مثلا هذا الإنسان أخذ الكارما اللي بيستاهلها، مع إنك أنت أعمالك يعني بتفكر إنه يرجع لك، بس كأنه أنت بدك إياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك، كأنك حاسس إنه في المشكلة تبعتك يمكن اللي يشفيك، العصاية الوحيدة اللي تشفيك رجوعه، إنه يقول لك مثلا هذا الشخص أتعبني جدا وأنا ندمان عليك وأنا بحبك، وكأنه أنت قاعد هنا بتستنى في هذه اللحظة وأنت قاعد بتراقبه، ونفس الإشي هو بيراقب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه، نفس الإشي أنتوا اتنين تعبانين، مشاعركوا تعبانة، من ناحيتك تعبانة وأنت من ناحيته مشاعركوا تعبانة. طيب طيب شو الحل يا برج الجوزاء؟ نحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن اتقدم لك عرض زواج او استقرار، فانت محتار بين انه تضل على الماضي اللي تركك مثلا وغدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي كان، ولا تروح للاستقرار للعرض اللي جايك، لانه اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرض وانت محتار فيه. كمان عندي احساس انه برضه في منكم يا برج الجوزاء انتوا اغلقتوا على هذا الشخص، يعني سكرتوا عليه مثلا السوشيال ميديا، سكرتوا مثلا اذا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله، هيك كانه انتوا مش مخلينا يشوفكم او ظاهرين امامه، كانه هم يعني النصيحه او الحل للمشكله انه انت تطلع من الرابطه اللي انت فيها، الرابط اللي حاطط حالك فيها، لانه انت مسكر عليه، يمكن حاطط عليه بلوكات، ما بعرف انتوا بتعرفوا، بس كانك انت مبعد عنه متباعد، ولانك انت تارك الاشي مثلا للمصير انه يحله. فاذا انت مثلا حاطط عليه بلوكات او هذا ارفع البلوكات اذا انت حابب طبعا تصلح العلاقه هاي، يعني افتح الابواب شوي، او اذا انت جايك عرض استقرار غير هذا الشخص بتقدر انه انت هلا تحط لهذا العرض حدود، تختار وتريح بالك من التفكير، لانه انت شايف المشكله بالنسبه لك متعبتك جدا جدا، وكانك انت واقف في عين عليك على اجريك بالغصب، وهو واقف على اجريه بالغصب، وانتوا اثنين تعبانين من جهه بعض، بتحبوا بعض بس في شويه حجزات بينكم او اسوار عاليه انتوا مش قادرين تتعدوها. هون بيحكوا لك في انذار في العاصفه، انتبه يا برج الجوزاء. طب هلا بنشوف شو الانذار هذا في العاصفه. يمكن هذا الشخص انه بده يجيك غضبان، يمكن هلا بنشوف ايش. نقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت، يعني هذا الحب انا حاسه برضه هيك انه استحاله يموت، حتى لو داخل هذا الانسان استحاله يموت، لو حتى في رغم التعب والفرق بيناتكم، وفرق يمكن في فرق مستويات طبقات، يعني انتم مثلا شايفكم هذا الشخص انكم مثلا مرتاحين ماديا، مرتاحين اسريا، بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب ما راح يموت. وانا بقول لكم هذا الحب هو الحب الحقيقي، هو الحب اللي ما راح يموت، يعني لانه في راجع لهذا الحب، عشان هيك تحضروا حالكم قلت الجوزاء لرجع زي هاد، وهذا الحب الذي لا يموت. كمان انا شايف في بعض منكم يا برج الجوزاء زي ما قلت لكم انتم معروض عليكم كمان عرض غير هذا الشخص، فانتم محتارين بيناتهم،
خلينا نشوف شو بيحكوا لنا هون. انت كأن الناس انت كأنك مستشار والناس تستشيرك. انت مستشار طبيعي ويستفيد الكثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة. يعني انت كأنك معروف برج الجوزاء انه هو الناس تيجي تستشيره رغم طيبته وهذا، بس هو جدع، فانت الناس بتستشيرك، فانت استشير نفسك. يعني شوف شو بدك تعمل في هذا الموضوع، في الحيرة اللي انت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع يتحل. برج الجوزاء اليوم متكرات. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنزلونا فيها، شو هي العاصفة اللي جاية في برج الجوزاء. زي ما حكيت لكم، من هذا الانسان يجي مثلا يجي يواجهكم مثلا باسفه او بعصبيه او بنرفزه، فهذا الانسان حضروا حالكم رجوع، يعني رجوعه بقول لكم مثلا انه امسكوا على اعصابكم. كارت القوه والتسامح، انه هذا الانسان راح يجيكم، يمكن هذا الانسان يجيكم حامل هموم كثير، فمثلا كيف يحكي يجي في الشغل فيكو، فهذا الانسان هيك بده يجي زي العاصفة بده يجي. فهو عشان هو من الماضي، رجوع من الماضي وتسامح، حضروا حالكم لهذا الموضوع لانه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبة في هذا الموضوع. عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مثلا يحكي لك مثلا سامحنا على اللي صار، لا، راح يصير نقاش حاد بيناتكم. فهذه العاصفة اللي راح تكون جايتك يا برج الجوزاء. مثل ما حكيت لكم هذا الشخص جاهز جاهز للمواجهة، لأن تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة أتعبته، علاقة يمكن هذه العلاقة كانت أثناء أنتوا كنتوا موجودين معاه، فهذا الشخص كأنه بده يجي يفجر الموضوع قدامكم. مثلا أنا سويت وأنا خنتك وأنا هيك، فأنا ندمان، فشو الحل؟ أنا بدي أرجع، يعني هيك بدي يجي وبدك أنت هيك تطلع لأنه واو، يعني جاي مثلا إنه وكأنك بدك كمان تحملني جميل لأنك راجع، فهيك رح تكون المواجهة هذه، يعني ما عندكم عاصفة لا تخافوا. طب خلينا ناخذ شو نهاية القراءة هذه، إن شاء الله تكون هي سعيدة، أو شو نهاية العاصفة عندكم. إذا أنتوا فقدتوا التوازن رح ترجع توازنوا، أنا أعتقد أنتوا زي متحيرين في أمرين في شخصين، أو متحيرين إن الشخص هذا ليش عمل هيك، أو أنتوا سكرتوا هذا الباب لأن الشخص هذا دخل طرف ثالث بيناتكم. كمان إنه أنتوا هذه نهايتها إنه رح يصير كلام بيناتكم، يعني رح يصير كلام شفاء طيب، يعني مش رح مثلا يصير لا سمح الله عاود فراق او يصير رحيل، لا، كانه هذا درجة هذا الشخص تتوازن كبرج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. هون صح طلعنا برج الاسد، يعني عشان الابراج. قلت لكم هي قراءات مائيه وهوائيه وكل الطاقات موجوده هون. وبرج الجوزاء اكثر شيء ظاهر عندي برج الجدي وبرج الجوزاء. شكرا لكم يا برج الجوزاء، اسف على الصوت اللي عندي، معلش سامحوني. وشكرا لمتابعتكم، اللي عجبوا الفيديو اشترك في القناه ويفعل الجرس ويحط لايك للفيديو، وبتمنى لكم مشاهده ممتعه.